الف خير عليك يا كريم. اهلا بيك يا شيماء، برحب بيك، مساء الخير عليك طبعا في البدايه وعلى كل الساده المشاهدين. طبعا عايزه اعرف منك ايه الاخبار عندك، الكواليس عامله ازاي واستعدادات الفريق عامله ازاي قبل اللقاء الهام قصاد الجونه النهارده 8 مساء على ملعب السلام. يمكن طبعا في البدايه بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه اليوم الاهلي والجونه 8 مساء على استاد السلام، احد المباريات اللي مؤجله لفريق النادي الاهلي من الاسبوع السابع. طبعا مباراه غايه في الاهميه لفريق النادي الاهلي، تلاحم المباريات بدا زي ما قلنا قبل كده مباراه المقاولون بتروجيت الجونه، كل ثلاث ايام مباراه بنفقد عدد من اللاعبين، سوء توفيق كبير بيقابل لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي، ان احنا كل مباراه بيبقى عندنا لاعب مصاب، لاعب عائد من اصابه بيصاب مره من جديد، لكن يمكن زي ما بنأكد كل مره ثقتنا الكبيره في كل اللعيبه، وده الكلام الكبير اللي بيتكلم معايا الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن محمد يوسف مع كل اللاعبين، لابد يكون كل اللاعبين جاهزين. الجرعات التدريبيه يمكن اللي بتتم على ملعب مختار التتش بنشوف حماس كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي، سواء اللعيبه اللي بتشارك بصفه اساسيه او بشكل منتظم في المباريات، وايضا كمان اللعيبه اللي بتاخد اجزاء بسيطه جدا من المباريات، التلاحم الكبير في هذه الفتره يمكن ده اللي بيسبب خساره كبيره لكل اللاعبين، لكن ان شاء الله باذن الله كل اللعيب بيكون جاهز، كل لعيب يكون موجود في قائمة النادي الأهلي بإذن الله يكون على قدر المسؤولية ويحقق نقاط مهمة جدا وهي مباراة الأهلي والجونة. كالعادة يا شيمة طبعا بنطمن كل جمهورنا الكواليس والأخبار الخاصة بفريق النادي الأهلي سواء في التدريبات او هنا في فندق الاقامه، يمكن احنا كالعاده متواجدين صباحا هنا في فندق الاقامه القريب جدا من استاد السلام اللي يقام عليه مباراه الاهلي والجونه، كالعاده كلها امور تركيز كبيره جدا لفريق النادي الاهلي، كان في فطار طبعا صباحا في الساعه 11 صباحا، يليه طبعا وجبه الغداء المعتاده في الساعه 2:30 ظهرا، ومحاضره فنيه اخيره يمكن في خلال ال 10 دقائق او ربع ساعه هتكون المحاضره الفنيه الاخيره هنا في فندق الاقامه بقياده الكابتن محمد يوسف المدير الفني لفريق النادي الاهلي لوضع التشكيل، نقاط القوه والضعف طبعا اللي اتكلم عليها اكثر من مره في المحاضرات خلال الايام الماضيه، ايضا كمان النهارده لابد يكون في تركيز كبير من لعيبه النادي الاهلي، مباراه مهمه، كل المباريات المؤجله لفريق النادي الاهلي لابد يكون فيها الحصول على ثلاث نقاط لاستعاده شخصيه النادي الاهلي واللعب بروح الفانيلا الحمراء من جديد ان شاء الله خلال الفتره القادمه. باكد كمان يمكن كابتن محمد يوسف كان ليه اكثر من جلسه مع لعيبه النادي الاهلي على اهميه هذه المباراه واهميه الفتره القادمه، سواء مؤمن زكريا زي ما اتكلمنا قبل كده مؤمن يمكن موجود في قائمة فريق النادي الأهلي كان غائب خلال المباراة الماضية، لكن زي ما قلنا مؤمن بيتجهز ويتم الدفع به بالشكل المطلوب والشكل الذي يفيد النادي الأهلي وأيضا كمان يفيد اللاعب على المستوى الشخصي، يمكن دي حاجات من الأمور الجيدة جدا من الجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد يوسف والكابتن سيد عبد الحفيظ أن كل لعيب يتم تأهيله ويتم وضع برنامج مميز جدا، لأن الاستفادة أكيد هتكون مطلوبة جدا لكل اللاعبين. الأمور حتى هذه اللحظة شيمة مطمئنة لفريق النادي الأهلي، إن شاء الله بإذن الله يكون اختيار الكابتن محمد يوسف في التشكيل اللي هيخوض بيه المباراه النهارده يكون موفق في التشكيل بيعود لنا اكثر من لاعب زي ما قلنا، محمد هاني بيعود، كان عندنا ازمه في الجانب الايمن لفريق النادي الاهلي، لكن بنشوف باسم علي، بنشوف محمد هاني، بنشوف كمان كريم ندفيد اللي بيأدي اداء اكثر من رائع خلال المباريات الماضيه، ان شاء الله يا شيماء النهارده باذن الله تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي ونكون مع كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي ولحظه بلحظه لننقل كل اجواء وكواليس فريق النادي الاهلي في مباراه الاهلي والجونه. عوده ليك يا شيماء، ولو في استفسار انا معاكي. شكرا ليك كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي.